thank mm -hmm. you الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكل مشاهدي الكرام مشاهدي قلوب عامرة أسعد بتجدد لقائي وحضراتكم وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص دائما في القول وفي العمل اللهم آمين في باب الزكاه في الحقيقه في كثير من الفروع والقضايا والمسائل الحقيقه بيكثر فيها السؤال، معانا النهارده سؤال مهم جدا من احد السائلين الاستاذ محمد واللي بيقول ان عنده قطعه من الارض الزراعيه بيقوم بتاجيرها فبيقول هل علي زكاه نظير هذا الايجار وكيف احسب لو واجب الزكاه؟ اخي الفاضل الانسان اللي بيأجر الارض الزراعيه زي اللي بيأجر شقه زي اللي عنده محلات بيأجرها يعني في النهايه في عائد مالي هيرجع لحضرتك هذا المال اذا كان بالغا للنصاب بنفسه او بضميمه ذلك المال الى ما تملكه جزء مثلا شايله في البنك وجزء عنده عندك في البيت او جزء او كل الباقي عندك في البنك يعني سواء هو بنفسه بالغ النصاب أو بضميمته إلى غير ما تملك الحاجات التانية اللي عندك اللي إلى ما تملك وبلغ النصاب وحال عليه الحول يعني سنة قمرية كاملة وفارغ عن ديون حضرتك خلال هذا العام يبقى إحنا في الحالة دي حضرتك بتطلع 2.5% عايزة أضرب مثل على نقطة افرض أنا مثلا الإيجار اللي بيجي لي أنا بأج... أنا عندي أرض زراعية أنا مالك وباجر الأرض دي وبيجي لي عائد العائد ده انا باخده اصرفه ما بلحقش لحوشه فرد هو بالغ النصاب لكن انا خلال السنه دي كنت صارف المبلغ ده خلاص يبقى كده خلاص انت استهلكته انما لو بالغ النصاب او مش بالغ النصاب وانت استهلكته ده ما فيهوش عليه حاجه طب لو بالغ النصاب بنفسه هو نفسه واصل للنصاب وبعدين شلته في البنك عندي على مال عندي انا وقعدت بعد في السنة اللي بخرج فيها في المعاد اللي بخرج فيه كل عام زكاة المال يبقى لما بيبلغ النصاب ويحول عليه الحول القمري أنا بطلع 2.5% يا أخي الفاضل دي طريقة الحساب إما المبلغ اللي بيجيلي ده من أي شيء أنا بأجره أرض شقة عربيات بشغلها أي ما كان الشيء اللي عائد محلات أي ما كان الشيء اللي أنا بأجره العائد اللي جايلي ده اما هو بالغ النصاب بنفسه او بضميمته الى شيء اخر انا عندي زي ايه مثلا اكون عندي شيء مبلغ في البنك وبعدين الايجار اللي طالعه دي انا ضمتها على الفلوس اللي عندي فبقوا كده بالغين النصاب فيبقى اجي في المعاد اللي انا بطلع فيه الزكاه السنه بتاعتي يعني بعد دلوقتي لما ضمته على الفلوس اللي عندي بلغ نصاب بحسب بقى من يوم ما بلغ سنه. بطلع المية يا اخي الفاضل اما لو بستهلكه اول بول فلا شيء عليه يا استاذ محمد وارجو انه المعنى يكون يعني تم وضوحه اخ فاضل بي... اخت فاضله بتسال استاذه مي بتقول انا والدي ما بيعدلش بين ولاده ما عندوش غير الابن الكبير فقط وبقى ولاده مش عاوز او باقي ولاده مش عايز يشوفهم، يعني هو عنده ابنه الكبير ده اهم حد عنده. حتى واحنا مش عارفين يعني مش عارفين نعمل ايه معاه ما نسالش عليه ولا نعمل. لا طبعا لازم نسال عليه. لو قصر الاب في حق احد من اولاده هل يجوز ذلك او يبيح ذلك او او يجعل ذلك ان الاولاد يقصروا فيما وجب عليهم القيام به في حق رعاية هذا الوالد لا والنبي الرجل اللي راح عدد له أمه سيئة الخلق والنبي يقول له سيئة الخلق لما كانت يعني تحملك في بطنها حولين كاملين يقول له إنها سيئة الخلق والنبي عليه الصلاة والسلام حين أرضعتك حولين كاملين بعد الولادة ويقول له إنها سيئة الخلق قال له أصهرت ليلها وأضمرت وأضمأت نهارها حق الرعاية والصحبة والحضانة يقول إنها سيئة الخلق. وبعدين يقول له ده أنا طفت وأنا شايلها فالنبي يقول له ما جزيتها ولا بزفرة واحدة يعني بألم واحد من اللي بتمر به الأم أثناء الولادة ما تعانيه الأم يعني مش بس النبي جاب له اللحظات السابقة لا ده لحظة وجودك في الحياة وخروجك إلى هذه الدنيا وانسلاخ هذه الروح من تلك الروح من أحشائها الحقيقه انه معاها وبيصاحبها الم يعني شديد. الم واحد مما تعرضت له الام لا ي... انت لم ت... لا تجازيه عمرك كله. زفره واحده من زفرات الم واحد من الالام التي تعاني منها اي ام تنجب وليدها. اذا النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام اقر البر حتى مع سوء الخلق. فمن باب اولى ان يقر البر حتى مع الغلظه ومع مساله انه بيعطف او بيميز او بيفاضل الاب بين اولاده وبعدين النبي قال حتى وان ظلماك وان ظلماك وان ظلماك اوجب البر حتى لو وقع الظلم منهما او من احد منهما دون الاخر من الوالدين وجب القيام بالبر بالبر بالام والبر بالاب فانا لما اشوف ابويا بيميز بيني وبين اخواتي. أو هو ما عندوش غير ابن واحد واخد كده كل حاجة والدلال وال... وال... والمحبة وكل شيء وهو جاي على الباقي كلهم نحسن إليه ليه؟ لأن دي أوامر ربنا أمرنا بيها إحنا مش بنعامل الناس مطلق الناس على ما يعاملون عليه يعني مش فلان ضحك في وشي يضحك في وشه فلان ده برني فأنا أبر فلان ده أعطاني فأنا أعطيه الحقيقة أن المؤمن لا يجازي السيئة بمثلها وده كان من خلق النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفت أم المؤمنين السيدة عائشة وكانت تقول كان خلقه القرآن وكانت تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه اللهم صل وسلم وبارك عليه فإذا احنا صدقنا في المحبة لرسول الله صدقنا في الاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فأنا المفترض علي القيام به لابد أن أقوم به لا يعنيني اللي قدامي بيقوم بما يجب لي ولا لأ لانه الاصل حقيقه الامور ان انا بعامل رب العالمين مش مش بعامل ان كل حاجه يعني مقابلها شيء اساء اسيء احسن احسن لا اساء اللي امامي احسن واحسن ازيد ذلك الاحسان احسانا فده المفترض ان احنا نكون عليه فبالعكس انا عايزاكم تودوه وتبروه وتدعوا ان ربنا يهديه ويفتح قلبه ليكم جميعاً ولازم برضو نراجع نفسنا يمكن الابن الكبير ده بيعرف انه احيانا بيكون التمييز بدون سبب ظاهر اكتر منها محبة قلب وتعلق قلبي واحيانا بتكون ان احنا مش عارفين نتعامل مع الوالد ازاي بصورة يعني تحببه فينا هي بتبقى سياسة نوع من السياسة في التعامل لكن برضو مش هننسى نذكر الوالد الكريم ده بقول النبي عليه الصلاة والسلام واللي علمنا فيه معنى عظيم لما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله والدا اعان ولده على على بره فاذا الانسان عليه انه يستجلب الرحمات بصنيع الخير اللي بيقوم به بي في الدنيا فلابد الانسان انه ينتبه الى القيام بما يجب ان يقوم به سواء الاب تجاه الاولاد او الاولاد تجاه ابيهم المساله هذه الحقوق الانسان يسال عنها يوم القيامه وكلها من التكاليف الربانيه التي يجب على الانسان القيام بها لكن ايها الاب الكريم لا تبعد نفسك عن رحمه الله لانك لما تعيش ولادك في الضيق النفسي ده الحقيقه انت بتضايق على نفسك انت بتضايق على نفسك وفي يوم من الايام لما يجوا الولاد دول كلهم يبقوا على مشاعر سلبيه من هذا الاخ اللي انت كده بتزرع ما بينهم احقاد بالتفاضل وانك بتميز حتى ولو كان التمييز ده تمييز عاطفي او ادبي النبي عليه الصلاة والسلام حضر يعني حذر وحضر كذلك في مسألة المعاملة إنك تميز تمييز أدبي أو مادي فالنبي عليه الصلاة والسلام كان وكحنا عارفين وعرفنا التوجيهات القرآنية والتوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية الكريمة شفنا ساووا بين أولادكم في القبل والقبلة ده نوع من العطاء الإيه؟ العطاء المعنوي بترفع روح ولادك المعنويه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ساووا بين اولادكم في العطيه فكده النبي عليه الصلاه والسلام جمع او المعنى في الشرع الحنيف جمع بين الامرين انك لابد ان تعدل بين جميع اولادك في العطاء المادي والعطاء المعنوي ولما نقول الاولاد فكلمه الولد في اللغه العربيه تعني الذكر والانثى اي الاولاد من الذكور والاناث ان اردت انك انت تحنو فلتحنو على الجميع وان تظهر هذا في قسمه متساويه وان اردت ان تعطي وتهب فعليك ان تعطي الجميع وان تهب الجميع في قسمه تبدو وتظهر وتكون ظاهره بانها قسمه متساويه حتى لا تجني على حقوق الاخرين من اولادك وتزرع بين اولادك الحقد والحسد والبغضاء والشحناء وفي يوم انت لما تغادر هذه الدار ستعيش يعني لحظات قاسية جدا فالإنسان المتوفى يشعر بالحي ويشعر بما يحيا فيه من سعادة أو من ضيق فإنت بتزرع بين الأولاد هذا الضيق الشديد وهذه الشحناء وتلك البغضاء وأسأل الله سبحانه وتعالى يا صاحبة السؤال الأستاذة مي أن يلهم الوالد الكريم العدل فيما بينكم لكن علينا أن نتقي الله فيه في أخت فاضلة بتتكلم بتقول أنا كنت عاملة مشكلة مع مرات صاحب زوجي وزوجي كان هيطلقني بسببهم وكان قايل لنا كلام أنا ما قلتوش المشكلة إني متزوجة بعيد عن أهلي وهم أهل مع بعضهم أنا الوحيدة اللي غريبة والكل مضطهدني أعمل إيه كنت هروح أصالحهم بس غلطوا في حقي جامد وأنا مش عارفة أتأقلم أرجو أن تساعدوني يا صاحبة السؤال الأستاذة نودي بتقول المشكله اللي حضرتك يعني ذكرتيها الحقيقه ان احنا بس ساعات في العلاقات الانسانيه بنفتقر الى وضع الحدود ووضع الحدود بمعنى ايه انه في حرمات للبيوت وحرمات لمساله الصداقه وان الصداقه مش معناها انفتاح غير مدروس مساله الصداقه انفتاح مدروس والقرابه قرابه مدروسه. بمعنى ايه قرابه مدروسه يعني انا لما الاقي انسان متهجم كده ويحب يتدخل في اللي ملوش فيه ويقتحم علي خصوصيات حياتي فاذا انا بعمل يعني اطار كده من الحدود الرقيقه اللي اللي بحفظ على نفسي خصوصياتي مش هنوصل بقى ان احنا طول النهار والليل عمالين نحكي مع بعض في كل الدقائق الامور واسرار البيوت و... لا في حدود بعرف اقول ايه وما اقولش ايه ومين اللي انا بتعامل معاه ده شخصيته ايه لما انا اسمع انه في روي يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما بلاش ناخد الناس بانفتاح شديد دون دراسه لازم ادرس الشخصيه اللي قدامي والدراسه دي لا تقل عن سنه اللي قدامي ده انا بدرسه مده عام لا يقل ولو مو ولازم اوصل كده لملامح لهذه الشخصيه اللي انا بعاملها تصون السر ولا لا تصون وبعدين كلامنا يكون في حدود في اسرار زوجيه ما تطلعش في كلام ما نقعدش نحكي للاسف انه يعني ان البعض النساء هيزعلوا بيتداولوا الكلام في نوع من الحريه دي تتجي تشتكي من زوجها ودي أخرى تفتح الموال ده وننسى انه هذه الامور من الاسرار التي يحرم افشائها وانه الحياه الزوجيه والحياه الاسريه لها اسرارها يعني اذا الحياه الخاصه ليها اسرارها الحياه الاسريه كذلك لها اسرارها واللي المفترض ان احنا يبقى فيه صيانه ليها انما احنا بننسى بننسى نفسنا ونكثر من الكلام وما بنعملش هناك ضوابط لمين بيزورنا وامتى هيزورنا وفلانه دي اللي عماله تتكلم وساعات بيبقوا سايبين حاجات مهمه في البيت وماسكين التليفون قاعدين يتكلموا البعض بيعمل كده وتنتهي بالكوارث دي يقولوكي ويقولوا قالت وعادت وتخش في مشكلات مع الزوج ومع اصدقائهم الانسان له ان يصادق وله يكون مجتمع لطيف يعني يانس اليه ويانسون اليه لكن في حدود ضوابط ما تعملش مشكلات وما تدخلناش في اضطرابات ولازم كده وقت الاسره بتاعتي ده وقت مقدس ما ينفعش ان انا اجني عليه وإن لو شفت اللي ورايا في حياتي مش هيبقى عندي وقت للقيل والقال وكثره السؤال والتدخل فيما لا يعنيني يا اختنا الفاضله واغلب المشكلات واغلب هذه المشاكل بتاتي من هذا الانفتاح الغير مدروس والذي لا ينضبط بضوابط الشرع الحنيف في مساله اللقاء بين الاصدقاء وبين النساء سواء في المجتمع النسائي او في المجتمع الاسري وانه الناس مش ملتفته لما يجب ان يقوموا به. لانه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام علمنا امتى نتمثل لهذا الادب لو انا قمت بجميع الادبيات المفترض انا اقوم بها في حياتي من واجبات وحقوق وامور لو انا بقوم بكل شيء انا مطالبه اني اقوم به مش هيبقى عندي وقت لا يعنيني اسال عن فلان اتدخل بزياده على اللزوم ما عنديش وقت هيبقى وقتي كله رايح للعمل الصالح سواء داخل بيتي او خارج بيتي ما عنديش وقت في عملي اقعد اضيع اوقاتي في الكلام عن سين او عن صاد ما عنديش وقت في ان انا اضيع وقت البيت لاني عندي وقت اولادي لازم اكون معاهم مركزه بيعملوا ايه وبيسووا ايه وانا كمان ايدي معاهم وقت اتكلم معاهم ويتكلموا معايا ما عنديش وقت لمثل هذه الامور واحسني الى الجميع واهل زوجك دول اللي اخطاوا او انت زي ما بتقولي هم اهل في بعض الانسان لو انا لقيت اللي قدامي قطع وهو من القرابه والعائله حتى لو انا شايفه انه هذا الوصل حاليا ممكن يعمل مشكلات الدنيا بس تهدى نبتدي ازاي بالوصل عشان ما ناخدش ذنب القطيعه انا عملت حاجه حلوه ابعت اشترينا حاجه حلوه نرسل بيها وتهادوا تحبوا الانسان عليه انه يبدا دائما بصنيع الخير ومش منتظر الجزاء انا بعمل كده وصلا وحسبه لله سبحانه وتعالى ونرجو من الله القبول اختنا الفاضله بتقول هي عايزه تعرف زكاه الذهب بتكون عباره عن ايه؟ انتي حضرتك هتحسبي بس الذهب ولو الذهب عندي من 2013 وعمري ما زكيت عنه كفاره ده ايه؟ احنا قلنا قبل كده انه الزكاه لا تسقط بالتقادم فلو انا من 2013 الى 2017 يعني دخل عليا هذا العام الجديد المفترض ان انا بيبقى لي معاد بعمله لو الفلوس لو الذهب اللي عندي ده يعني 85 جرام من الذهب فما فوق يعني عندي 85 جرام من الذهب و او عندي 90 جرام من الذهب يا يعني من 85 كده فيما فوق ايا ما كانت بقى جراماته ايا ما كان جرام الذهب اللي عندي عندي 18 عندي 20 21 24 ايا ما كان الذهب اللي عندي ده جراماته ايه المهم ان هم 85 فما فوق بطلع اذا كنت انا جايب الدهب جايبه الذهب ده للادخار مش جايباه للزينه يبقى انا عند حولان الحول على الذهب ده بطلع 2.5% ونص في المية طيب انا بحسب مقدار زكاة المال على ايه دي حاجة تانية عشان بس ما تخلطوش الاتنين مع بعض لما اجي احسب مقدار المال اللي عندي امتى اقول ان المال ده بالغ النصاب انا بحسبه على جرام الذهب عيار واحد دي حاجة وموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده حاجة تانية انا دلوقتي عندي 85 جرام من الذهب فما فوق 86 بقى 87 فما فوق كل ما يزيد يبقى انا كده بالغ النصاب النقطة التانية يكون حال عليه الحول النقطة التالتة انه يكون قبل الشرطين دول انه الذهب ده انا جايباه للدخار ومش جايباه في الزينة لكن لو انا جايباه بنية الزينة عند الجمهور لا زكاة عليه ولكن عند الاحناف عليه زكاة هما واخدين بالاحوط في المسألة دي طيب لا ده انا جايباه الادخار يبقى بالشروط دي اتنين ونص في المية يا ام فارس اختنا الفاضلة بتقول ان اخوها عنده ثلاث بنات وزوجته متوفية وبعد ما كبروا سابوه وراحوا عند جدتهم وهم الوقت سايبينه ومش هم دلوقتي سايبينه البنات الثلاث بنات ومش بيسألوا عنه خالص وهو نفسيا تعبان جدا وهي عايزه ان احنا نرد هي المفترض استاذه مي تعمل ايه حضرتك يا استاذه مي كعمه يعني كريمه وربنا يبارك فيكي إيه عليا دور برضو افرضي مثلا هم راحوا لجدتهم وان عشان راحوا لجدتهم عشان مساله يعني الحضانه وكده وبعدين بتقولي البنات مش بتسال في الوالد في والدهم اللي هو اخو حضرتك انا عليا برضو دور الدور ده ان انا انصح البنات نفسهم وانصح الجده نفسها فاقول للجده احنا مش عايزين البنات يتقطع علاقتهم بابوهم ده برضو مهما كان ابو ابو هؤلاء البنات ولما واحده منهم هتتجوز عايزه ابوها يبقى يكون معاها ما فيش واحده بتروح تتجوز كده واكيد انه وجود الاب مع البنات شيء ضروري ومهم هتحتاجي له في مشكله بتطرا هتحتاجي له عند خطبه اي انسان لهن او لواحده منهن هتحتاجي له في امور كتيره جدا التعاون ده مطلوب وبالذات ما يبقاش المساله انه الام توفاها الله وانه كمان يجدوا جفاء من الجميع فالمفترض احنا اللي بنربي ولادنا حضرتك العمه دي يعني انت يعني حد قريب جدا تنصحي هؤلاء الفتيات بانهم يسالوا ضروري على ابوهم تروحي كذلك لهذه الجده وتذكريها بانه لازم يسالوا على بعض ومش عايزين قطيعة رحم وتاخد لهم كده حاجة حلوة وانت رايحة وتحني كده عليهم وتديهم عاطفة وحنان وان شاء الله بإذن الله ربنا يجعل لمساعيك دي في الإصلاح فيما بينهم الخير العميم وان شاء الله يبدأوا يسألوا على والدهم الكريم وأنا أناشدهم كمان إنه لابد يسألوا على والده وعلى الوالد الكريم بس احنا قلنا المفترض هم يسألوا من غير ما نقعد نقول عشان كذا وعشان كذا لكن هي انا بقول لحضرتك بعض من الامور اللي تحفز الجدة على أنها تدفع بي بنات ابنتها إلى السؤال على والدهم والقيام بحق بره هنطلع الفاصل إن شاء الله وبعد الفاصل بإذن الله أتواصل مع حضراتكم على خير فانتظروني إن شاء الله وكونوا في صحبتي اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد العرب والمسلمين وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا امه مسلمه لك وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام والطول والانعام والعفو والاحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمه الامن والامان والهدايه والايمان وادم علينا نعمه السلامه والسلام والعافيه والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين اللهم امين 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 مرحبا بحضراتكم من جديد ونعود الى اسئله حضراتكم على اللي وفدت على الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامر على الفيسبوك ومعانا الاستاذه وفاء بتسال تاني عن مساله شهادات الاستثمار بالفئه اللي ب 20% في البنك كذا وكذا وبتقول أنا بحثت على الإنترنت ولم أفهم شيء، إحنا عملنا في بداية حلقة من حلقات الأسبوع الماضي، وتكلمنا عن مسألة الاستثمار في مسألة شهادات الاستثمار، ونقلنا آراء السادة الفقهاء في ذلك بتفصيل، ونقلنا كذلك آرائهم في ذلك بالجواز، وإن شاء الله على الصفحة ينزل لكم المقطع ده مرة تانية، لكن حبينا بس يا أستاذ وفاء نؤكد على هذا المعنى. اختنا الفاضله اللي بتسال ولي انا بزعل من الاسئله دي بس يعني ايه لازم نجاوب يعني بزعل على البنات يعني اللي بيعملوه في نفسهم ازاي حضرتك وبتقول ربنا يبارك لنا فيكي شكر الله لك وبعدين بتقول في واحد وعد واحده بالجواز مع العلم انه متزوج وانه كان عارفها من قبل ما يتجوز وسبها او سبني لكلام اتقال في حقي وجالي ووعدني بالجواز وقال عايزك انت ومراتي حاولت ابعد لكن مش قادره وهو علقني بيه جامد وفضلت مستنياه وصبرت لحد ما اتجوز اخواته الثلاثه وخلف ثلاث ولاد وكل السنين دي اكتر من 18 سنه وعايز يرميني ويتحجج بعياله ومراته ده شيء طبيعي امال انت متصوره ايه انت متصوره ايه وخرب ومش عايز يخرب بيته ومره يتحجج بوالدته وباهله تعبت يعني عمرها ضيعت وطبعا ضيعت عمرك وانا في مشاكل ملهاش اخر وكبرت وعندي دلوقتي 30 سنه لا هو دلوقتي 30 سنه مش كبير قوي يعني في عمر زمان كان يبقى لكن دلوقتي يعني لسه فاصبري يعني ومتعلقه بيه جامد لسه بعد كل ده بتقولي متعلقه بيه جامد هل فانا علي ذنب تجاه مراته وعياله انت عندك ذنب تجاه نفسك مش تجاه مراته وعياله بس انت عندك ذنب تجاه الكبير وتجاه اهلك ليه كده 18 سنه تقعدي يضحك عليكي يعني وهو لو عايز يعمل حاجه كان عملها انما هو لقيك مستسلمه فخلاص هو كمان الامر بالنسبه له سهل وهو ما عندوش ضمير ولا عنده كرامه ولا عنده اي شيء وبتقول وانا وهو وعدني بالجواز اني وانا استنيته هل هل علي على هذا الوعد ده حقي ومن حقي؟ لا مالكيش اي حق انت مالكيش اي حق في حاجه وده المفترض انه لو حتى بتقولي انه مثلا كان وعدك المفروض هو ما بي يعني ما يتكلمش معاكي اصلا يعني انت لم يسبق لك الزواج و يعني فتاه لسه والمفترض انه لما يتكلم في هذا الامر يعود الى والدك اللي موجود او عمك او اي حد في مقام وليك وده اعزاز وتكريم للمراه ما هوش انتقاص من حق المرأة عشان بس الدعاوى الباطلة وانتي ما عرفش ايه والدواء حملت ما عرفش ايه الحملات الميلة اللي بتطلع المرأة أعزها أعزتها الشريعة احنا بس اللي فاهمين المعاني مقلوبة لما الإسلام الحنيف يأكد على قضية ان لابد ان يكون لك محرم ويكون لك ولي يعني كأنه جعلك مش أنت لا تباشر العقود ولا تقومين بالأشياء لك الحق في كل ذلك لكن أنه جعلك كده في مكان مكرم مش أي حد يكلمك ومش أي حد يقولك أنا أتجوزك إنما في حد لازم يروح هو يتكلم معاه الأول وياخد ويدي معاه ويعرض عليك الأمر تعامل تعاملي أنت فيه كالملكة كالأميرة مش كده كل اللي ماشي في الشارع عايز يتكلم معايا وأقعد أنتظره 18 سنة أنا غصب عني غضبي لأني أنا أنا غاضبة عليك عشانك أنت قصرتي وبعد كل ده بتسألي أنا قصرت في حق مراته و... والوعد ده من حقي وأنت أنت مالكيش أي حق أنت أضعتي حقوقك بأن أنا أرخص من نفسي وأن أنا أنتظر واحد 18 سنة وأقول بعد كل ده أقول أنا متعلقة بيه أنا أرجو أنك تقطعي هذه العلاقة فورا طبعا هتبقى صعبة جدا لأنك أنت انت اللي علقتي نفسك هو بالنسبه له شايفك انك يعني بتقدمي كل حاجه هو ما بيعملش حاجه يقولك اجوز بناتي راح هو اتجوز وعاش حياته وخلف واستقر واطمئن ولعب شويه وبعد كده قالك انا مش عايزك عشان بيتي ما يتهدش ده شيء طبيعي ده شيء طبيعي مش عارفه يعني البنات لابد ان كنتوا تكونوا يعني حريصات على على الكرامه وحريصات على ان انا ما اتحطش في اي موضع وحريصات ان ما واحد يجي يكلمني في الجواز اقول له عندك ابويا روح كلمه انا اتكلم معك من خلال لما تيجي البيت ما فيش مانع جاي زميل بيفتتحك في امر ما قولي له اكلمك ولكن من خلال والدي فلتشرفنا في البيت اهلا بك وسهلا انما كلام الشوارع ده ما بينتهيش لحاجه وعادة بتقعدوا بتروحوا في سكة المشاعر والحب ما بندرس والنبي لما قال قال له قال له اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم هل النظر مطلق النظر إلى الشكل ولا انظر إلى كلامها وانظر إلى منطقها وانظر إلى أهلها وانظر إلى كل ما يمت إليها بصلة والرجل اللي خطب امرأة من الأنصار والنبي يقول له اذهب فانظر إليه روح برضو شوف عشان ينتج عن هذه أو هذا النظر نوع من الوئام والانسجام والتآلف مش بالمشاعر فقط دراسة عقلية وميل قلبي لكن لميل قلبي فقط من غير دراسة عقلية نضيع نفسنا اقعد 18 سنة منتظرة واحد راح اتجوز وخلف وبجوز اخواته وبعد كده بعد نهاية المطاف بيقول لك لا أنا مش هكمل معاكي أصل هيتخرب البيت وأنت سايبة كل اللي عمله وبتسألي أنا كده بظلم مراته أنت بتظلمي نفسك وبتضيعي حقوقك وبتهيني نفسك وبتضيعي كرامتك والمفروض انك تحافظي على كل ده اقطعي العلاقه فورا وحييسرها رب العالمين عليك اذا انت صدقتي في ذلك انما مجرد ان انا بتكلم معاه ورايحه جايه معاه وباخد ودي معاه انا بعمل في غلط في غلط انا ماشيه بطريقه مش صح هودي نفسي لطريق مظلم وطريق غلط وارجو الا يكون حدث شيئا او حدث ما يجعلك في هذا الوضع الذي يعني أرجو الله أن يجعل لك منه مخرجا وأتمنى على الله أن يجعل لك منه مخرجا إن شاء الله وما تزعليش يعني من الكلام لأنه ببقى يعني كأن كنا بناتي وأنا يعني أغار في الحق وبزعل عليكم يعني بنشوف أسئلة كتيرة وأكثر يعني قسوة حتى من سؤالك في أسئلة أخرى الواحد بيتعجب لكن نسأل الله سلامه وهذا الشخص اللي مات فيه الضمير وماتت فيه الرجولة لأنه ما لا يرضاه لبناته لا يرضاه لبنات الناس وما لا يرضاه لزوجته لا يرضاه لنساء الآخرين فالإنسان ما لا يرضاه لنفسه لازم يحط حاجز ولازم يضع حتى لو عندك مشاعر وحتى لو عندك يفيض قلبك بمشاعر لهذه الفتاة إن كنت صادقا في حبها ما أذتها وما دفعت بها الى الطريق الذي كله عصيان وكله بعد عن طريق الله، هو احنا لما بنقول اتبع الطرق التي ترضي الحق في النهايه من من الذي يستفيد؟ الانسان لما بيقول انه ده طريق وحش وهديناه النجدين دي ايه؟ ايه النجد ايه الطريقين؟ طريق الخير وطريق الشر، يعني اظهر للانسان ملامح الطريق الذي فيه الخير وملامح الطريق الذي فيه الشر. فبالتالي انت بقى عليك تختار الطريق اللي يرضي رب العالمين واللي بيرضي رب العالمين فيه الصلاح وكل الصلاح لبني الانسان هنطلع لهذا الفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله اتواصل مع حضراتكم على خير اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد العرب والمسلمين وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا امه مسلمه لك وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام والطول والانعام والعفو والاحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمه الامن والامان والهدايه والايمان وادم علينا نعمه السلامه والسلام والعافيه والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين اللهم امين 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 مرحبا بحضراتكم من جديد ونعود إلى السائلة الكريمة اللي بتسأل بتقول بدون ذكر اسمي لو سمحتي هي عندها مشكلة مع أهل الزوج هو الولد الوحيد زوجها الولد الوحيد على بنتين مامته عايشة وبتقول هي هو بيصرف على أمه وأخواته من يوم ما والده توفي من 16 سنة بتقول بس مامته بتعامل بنات أحسن منه بكتير مع انه طيب جدا وبيعرف ربنا الحمد لله ومش مقصر معاهم خالص وطبته هي السبب ان هم طمعانين فيه لانه حالته الماديه كويسه الحمد لله ربنا يبارك علشان شغله بس انا لما بروح معاه عند اهله بتضايق جدا من المعامله اللي بيعملوه بيها واخر مره اتخانق مع امه ومع اخته لان اخته عايزه تاخد الارض بتاعه والده ليها هي واختها بس وهو ما ياخدش حاجه مع العلم ان البنتين متزوجتين ودايما بياخدوا منه فلوس بالألفات ومش بيرجعوها وكمان اخته قاعده تدعي عليه بالخراب بخراب البيت قدامي وانا اتخانقت معاها وما أقوله اقول له بس برضه مفيش فايده فيهم ودايما بيروح لامه كل اول شهر يديها الفلوس ولوازم البيت وهي تدي الفلوس لبناتها وانا دايما بقول له معلش عشان امك ونروح وننسى كل حاجه لكن انا مش قادره احبهم خالص ومستحمله عمايلهم في عمايلهم فيه علشانه وعلشان بره بأمه انا كده غلطانه وأسفع على الاطاله اهلا بيكي اختنا السائله انت بس عليكي انك من وقت للتاني بتنصحي بألا يضيع حقوقه وبالذات لما بيكون في واضح قدام عيني يعني نوع من الاستغلال طبعا هذه الام الحقيقه بتجني على حق ذلك الولد ليس من البر بالابناء ان تيجي الام فتضغى على حق ذلك الولد في انها عشان خاطر هي بتقرب البنتين اليها وشايفه ان هو معاه شغل ودخله دخل تاخد من كد وتعب ذلك الرجل فتعطي للبنتين اللي المفترض ليهم يعني ازواج والازواج دول المفترض يقوموا بالانفاق عليهم وده شيء معروف طيب انا لما اخد فلوس لو هم حتى محتاجين وهو بيساعدهم كده بطيب نفس دي حاجه يشكر عليها وجزاه الله خيرا لكن انا بتكلم انه لما تبقى الام تعين على ضياع الحق وان انا اجي على ابني وان انا اقهره وان انا اتعبه نفسيا ان انا احابي البنات واطغى على حقوقه وانه ما يكونش للراجل حق في انه حتى يدافع عن حقوقه فيجوا يطمعوا في الارض اللي هي اللي هي هيبقى ميراث وملك له لمجرد انه معاه انه معاه كل هذه الامور يحاسب عليها الانسان مش عشان هي ام مش هتتحاسب هتتحاسب انتوا تعاملتوا معها بالفضل وبعين البر وجود كمان نسال الله ان يجزيكما خير الجزاء على على هذا الصنيع الطيب و... وانا سعيده بك كزوجه عاقله حتى فيما بدا من شجار او خلاف داخل البيت انت ما بتقوليلوش عشان ما تزعليهوش وما تاذيش خاطره وهو اكيد حاسس بهذه التفرقه وبهذا الالم وبهذه الاساءه كوني ببقى تعبانه من سين او تعبانه من صاد كانوا من القرابه او من الجيره او من الزماله والانسان يصبر على ذلك النبي قال ايه؟ النبي مرت الحاله صلى الله عليه وسلم دون ما ان يعلمنا ان الانسان المؤمن في هذه الحياه بيمر بامتحانات كثيره بل ومن اخطر انواع الامتحانات اللي الانسان يمر بيها الاذى من الناس بل ومن اشد انواع الامتحانات الاذى من الاقارب مش الاذى من البعيد الاذى من القريب فالنبي يكشف لنا حقيقه من حقائق المعاني ويجعلنا نعيش في صحبه هذه الحقيقه والنبي عليه الصلاه والسلام ينبه الى ان المؤمن الذي يخالط الناس يخالط الناس ويصبر على أذاهم. اعظم اجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اداه اذا في هذا مثوبه وجزاء وفضل في العطاء من رب العالمين سبحانه وتعالى لانه يظل المؤمن حتى بالرغم مما يلاقيه من الناس من الاذى الا انه مصدر خير ورحمه وعطاء مصدر كده من مصادر النور بيشاع عطاء ورحمه وبهجه وثناء ويفوح بكل خير ويخرج منه كل خير وبركه هكذا حال اهل الايمان الإنسان يعيش وعارف أنه حيجيله الأذى من سين ويجيله الأذى من صاد إلا أن قلب ذلك الإنسان عامر بحب ربه فحب رب العالمين قد ملأ قلبه ولم يشغله هؤلاء الأغيار غير أنه يعني بيتأذى طبيعتنا وعلى هذا الأذى يؤجر الإنسان لكن ما يصرفش الإنسان المؤمن عن أنه يكون مصدر من مصادر الخير بل ومفتاحا من مفاتيح ابواب الخير والرحمه. ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وان من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه وطوبى يعني الخير العظيم ونعم الجزاء لذلك الانسان الذي جعل الله مفاتيح الخير على يديه. فكونوا مفاتيحا للخير مفاتيحا لأبواب الرحمات والخيرات والبركات وده لن يأتي كده والإنسان لن يتأذى ولن يتألم ولن يمر بلحظات قاسية عنيفة شديدة حيمر لكن في النهاية ونعم أجر الإيه العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون فقرن القرآن بين الصبر والعمل هذا الإنسان الذي يعمل في مرضات الله بصبر وعنده صبر عنده صبر ايجابي يرد السيئه يرد عليها بحسنه هذا الانسان الذي يبادل الاخرين بالخير رغم انهم يرموه بكل شر ده جزاء عند الله عظيم والصبر ضياء للانسان المؤمن ضياء له في حياته ينفرج بالصبر اشياء كثيره بل ويبرق في نظر الانسان المؤمن انوار كثيره جدا بتهدي الانسان في طريقه يهدى الى كل خير وهو ده اللي احنا عايزينه وده مش هيجي من غير فاتوره بتدفع الانسان المؤمن في دار امتحان عليه ان يصبر على ما يلاقيه من الاذى ومن انواع وصنوف الابتلاءات اللي بيمر بيها واللي اكيد هي شقه على نفسه اني اشوف ام احنا بنبرها ونعطيها ونودها فتؤذي ذلك الولد اللي بيقوم بالبر ده اشوف زوجي انه يهان وانه يتقلل من كرامته وانه يتعامل بطريقه غير لائقه وهو اللي شايلهم في نوعيات من الناس كده فهو صابر على اذى هذه الام على اذى امه وصابر على اذى هؤلاء الاخوات فنسأل الله له الأجر ونسأل الله لهم الهداية وأسأل الله لك الصبر على هذا المصاب لكن أبشري بخير عظيم وإن شاء الله ربنا يهدي هذه الوالدة وهؤلاء الأخوات ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أبدا أن نكون يعني قائمين على جميع الطاعات بما يرضي عنا رب العالمين سبحانه وتعالى وفي الختام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبه حرم واسمه قسم من اعظم القسم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عليك الصلاه والسلام يا سيدي يا رسول الله استودعكم عنايه الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته